نقول أن مواقف الدول لا تعبر عن مواقف الشعوب، وبالتالي كل التحية للشعب البحريني الذي وقف في وجه هذا التطبيع والمحددات التي مثلها المؤتمر الأخير في البحرين، جعلت انتفاضة داخل الشعب البحريني ثورة على التطبيع والمتطبعين. نحتاج إلى جهد أكبر من أجل ثني هؤلاء عن مواصلة طريقهم في بيع القدس وبيع فلسطين من خلال هذا التطبيع المذل للبحرين على المستوى الرسمي، وبالتالي نحن نثمن كل الجهود المبذولة من أجل ثني السلطات البحرينية عن مواصلة طريق التطبيع.